تحية لكل مشاهدي شاشة الام تي في. اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج انت ادى. رقم التليفون اكيد صرتوا بتعرفوه على 0444444. فيكم تتصلوا لما بيعلق معكم الخط وبتكونوا ادى اكيد بنلعب لعبة صغيرة، ومثل العادي رح بتكونوا اكيد ربحانين. ما تنسوا ايضا عبر السوشيال ميديا @محمد_قيس وانستغرام ايضا تتواصلوا معنا، لانه المعلومات عن ضيوفنا كل يوم بعد الحلقة، او يعني اليوم الصبح بنحط معلومة عن ضيفة حلقتنا لليوم. من هي الضيفة؟ سبق واعلنا عن الاربع احتمالات. كيف فيكم صوتوا؟ اكيد من لبنان على 1023، ومن مختلف الدول العربية على الارقام اللي حنشوفها بعد شوي على الشاشة. اما هلا انه شفنا هيك مركز سرطان الاطفال ايضا، واللي نحن محطة دائمة عم نحكي عنها بحلقتنا على 11:05، اكيد فيكم تبعتوا مساج وبالتالي بتكونوا عم تتبرعوا بدولار واحد لهالاطفال. من هلا بنرجع بنعود للاحتمالات الاربعة يلي سبق واعلناهم امبارح. من يا ترى هي ضيفة انت ادى؟ مثل ما شفنا على الاحتمال الاول كارلا بطرس، الاحتمال الثاني كارمن لبوس، والاحتمال الثالث نادين نجيم، الاحتمال الرابع تقلا شمعون. نحن بنعرف انه الاربعة ممثلات مخضرمات منحبهم كثير بلبنان. من يا ترى هي ضيفة انت ادى؟ فيكم صوتوا على 10:23 من لبنان ومن مختلف انحاء دول العالم. وعم بتاشر لي بالكواليس، محمس كثير وجاي بلوك كثير مهضوم وكثير حلو مثل عادتها. هي جريئه، هي مكافحه مناضله، قدرت تنسق بين عائلتها وبين ايضا عملها. من يا ترى هي؟ تدريجيا رح نكشف المعلومات، ولكن البدايه رح بتكون بدرجه درجه. درجه درجه، ست درجات رح نفتحهم تدريجيا اذا كنتوا قد. اول اتصال. الو. الو، مساء الخير، مين معي؟ الو، بونسوار. هاي هاي هاي، مع غسان. غسان كيفك؟ مو عم تحكينا غسان؟ عم بحكيك من الجبل، من عينات. تحياتنا لاهل الجبل. وانت قد يا غسان؟ قد وقدود. يلا غسان، على هالموسيقى الحلوه نقي لي درجه لنكشف اول معلومه عن ضيفتنا. يلا، شو عبالك؟ رقم خمسة. يا ويلي، خمسة؟ يلا. أيوة. خمسة. أنت قد؟ شو؟ قد وقدود. يلا، هو شاعر لبناني يعتبر من أبرز الشعراء المعاصرين، ومن أعماله ديوان أجراس الياسمين. من هو؟ شاعر ومفكر، ولد عام 1911. ولد عام 1911. ما انت لو بلشت معي بالدرجه واحد او اثنين او ثلاثه فيني ساعدك اكثر، بس خمسه المعلومه حرزانه يعني. يلا، شاعر معاصر. شو؟ سعيد عقل. مزبوط، برافو عليك. سعيد عقل وسيم كور اكيد بتقدم لك جائزه بتستلمها من الام تي في. بدي اذكر كل المشاهدين وكل اللي ربحوا معنا بيستلموا جوائزهم من نهار الاثنين لنهار الجمعه من الساعه 11 للساعه 6. شو اول معلومه عن ضيفتنا؟ هات لنشوف الكنترول شو حاب يعطينا اليوم. العائده، شاهدناها بالعائده، المسلسل ايضا يلي نال جوائز عديده ونال استحسان النقاد. اتصال جديد ودرجه جديده. الو. بونسوار. بونسوار، مين معي؟ لينا دعايبي. لينا، مو عم تحكينا؟ الحدد. تحياتنا لاهل الحدد. انت قدها؟ انا قدها. يلا، درجه، اي درجه بدك؟ ثلاثة. درجه رقم ثلاثة. انت قدها؟ انا قدها. توب كاونتر. والسؤال بيقول: من هو ملك البوب او ذا كينج اوف بوب؟ في احتمالات. توفى عام 2009. ايه. ثريلر هو الميوزك فيديو والالبوم يلي حقق نجاح كثير كبير وفات بجينيس بوك من بعد ما حقق نسبة مبيعات قياسية. ما في احتمالات؟ يعني عنده المون ووك. ما بعرف انا عملها كيف هيك بيعمل، بدي كيف يعمل هيك او شيء هيك، شيء مين هو؟ بيعمل هيك اي، ما بدي كيف يعملها كيف، فهمت كل فكرة؟ او شيء هيك. يلا، مايكل انجلو ولا؟ جاكسون. مايكل جاكسون. يلا مبروك. سليلة يا خدمير بتقدم لك جايزة، والمعلومة الثانية هي ممثلة جميلة. يلا، ممثلة جميلة لكن صرنا قلنا وشفتها توها بالعائدة وعلى الام تي في ايضا كان لها حصة. اتصال جديد. الو. الو. الو، بونسوار. بونسوار، مين معي؟ معك سعد. سعد، رمضان كريم، وين عم تحكينا؟ من الحدث. من الحدث، تحياتنا لك ولعائلتك. انت قدا؟ انا قدا. يلا نقي لنا درجة. وطينا على طريقك صوت التلفزيون. ثلاثة. ثلاثة أخذتها هلا. اثنين. درجة رقم اثنين.
انت قدا؟ انا قدا. توب كاونتر والسؤال بيقول اين يوجد ميناء شانغهاي في اي بلد؟ شانغهاي شانغهاي شين شانغ شانغ سين شين شو؟ سين سين مظبوط يلا لا الصين 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 خليك على الصين وكيدز موندو بتقدم لك جايزة وصار عندنا معلومة ثالثة عن ضيفتنا تعرف شغلي صوتها جميل كتير ضيفتنا وحلوة كتير بس بدي أطلب من الكنترول هيك نهار أحد بدي موسيقى أحلى بدي جو أحلى بدي هيك شوي اتنشط جمهورنا لأنه ما بعرف حاسس هيك شوي داون أنا ما بحب القصص الداون صح؟ يلا زقفوا شوي معنا حماس حماس كنترول شرب السدريك غيروا لنا الموسيقى شوي حطوا لنا موسيقى قوية واتصال جديد ألو الو مساء الخير مين معي؟ معك ازهار ازهار من وين عم تحكينا؟ من فلسطين تحياتنا لاهالي فلسطين وزقفه كثير كبيره وانا بزقف كمان ازهار يعطيك الصحه من وين من فلسطين عم تحكينا؟ من نابلس من نابلس تحياتنا لكل اهالي فلسطين يعني وان شاء الله الله بيكون معكم ونحن القلب انتم بالقلب بتعرفوا يا رب ان شاء الله يا رب الكل يا رب يا رب باذن الله ازهار يلا بدنا منك رقم انا طلبت حماس ما في احلى من هيك اتصال من فلسطين يعني طلب بتمنى يا محمد شو بدي احلى من هيك انا طول اليوم بحاول يعني بس الحظ اليوم الحمد لله خبريني ازهار قبل ما ننقي رقم كيف اجواء هيك البرنامج عندكم بفلسطين بعرف عم نمرق بمرحله كثير صعبه ولكن بعرف محبتكم ومتابعتكم على طول بتكون هيك الى معنى وطعم اخر صراحة احنا متابعك يعني كل يوم انا بحاول اشارك بس انه كثير كثير ضغط عندكم اتصالات فاحيانا كنا بنضل على الانتظار يمكن اكثر من ربع ساعة ازهار انا بشكرك واتصلت فينا وانت قدها ومبسوط فيك قد الدنيا بدي منك رقم انا اكثر يلا يلا يا ازهار 1 4 أو 6 ناخذ 1 يلا رقم 1 والسؤال بيقول بدي اسمع منك هيك قولي انك انت قدها انا قدها انت قدها باذن الله جزر في المحيط الاطلسي تحمل اسم طائر ما اسمها؟ ما فهمت السؤال جزر بالمحيط الاطلسي تحمل اسم طائر جزر ال جزر بالمحيط الاطلسي تحمل اسم طائر شو اسمها؟ حقلك حاعطيكي جزر البط ام جزر الكناري جزر الكناري ام جزر البط؟ جزر الكناري ام جزر البط؟ ايه يلا اياها كناري 100% الف مبروك لك الف مبروك وانت قدها الف مبروك الرانشو هلا اكيد بنشوف الجايزه بنغيرها شوي لانه بما انك من فلسطين بنشوف شو فينا كيف هيك نتواصل معك لحتى نعطيكي جايزه تكون لعندك واسطه والف مبروك لك وتحياتنا من القلب لشعب فلسطين ولكل الشعوب العربيه وبدي اوجه كمان اتوجه باحر التعازي للجيش المصري ايضا يلي سقط له شهداء وايضا بتونس وبمختلف الدول العربيه بالعراق بدي اوجه لكم تحيه كثير كبيره على امل يوقف هالسفك الدماء اتصال جديد ومعلومه صار عنا اضافيه يلا بدات كعارض ازياء واخذت لقب توب موديل اوف لبنان عام 91 يعني مين من هي هالرشيقه الجميله الموهوبه صوتها حلو انا شخصيا بحب على طول اقبلها لانه شخصيتها جريئه قويه وبنفس الوقت عارف تحط النقط على الحروف لنشوف اليوم كيف رح بتكون هالاطلاله اتصال الو 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 مساء الخير مين معي بونسوار بونسوارين بونسوار جيتا معك جيتا بدي اطلب منك يا جيتا توطي لي صوت هيك التلفزيون وتكوني لي قدا ونقي لي درجة يلا رقم 5 حبيبتي 5 يا جيتا راح عنا 4 أو 6 على قد 4 على الأكيد يلا 4 عم بتابع على السوشيال ميديا حركة الفنانين والإصدارات اللي ممكن تصدر هيك قريبا يعني طيب يلا أنت قدها أنا قدها مش الكاونتر مش مشكل أنا قدها وأنت رح تساعدني مش مشكل أكيد شفتوا هلا ما هو صارت القصة إنه بيعرفوا أنا بساعد تمام شو اسم أو عنوان ألبوم إليسا المرتقب بعيد الفطر؟ ما بعرف أوكي يلا حالة حالة حب حالة حزن أم حالة جنون؟ هلا هي اكيد لما ينزل الالبوم رح يعملوا جنون عند الفانز قد ما بحبوها ونحن كلنا ناطرين هذا الالبوم
شو؟ حالة جنون. لك يا حبيبتي هو مش هو حالة جنون. يا حبيبتي هو حيعمل حالة جنون للعالم، بس هو مش حالة جنون، هو حالة ايه؟ لا 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 حالة هيك بيّن؟ طيب هو حالة حب يعني للأسف ما كنت قد معلومة. يلا بتحب داليدا كتير، الفنانة الراحل داليدا بتحبها كتير، واليوم رح نسمع شيء من لداليدا. شو جمهور؟ شو عبالكم تسمعوا شيء؟ طب شجعوها شوي انه يلا انه ضيفتنا ناطرة يعني. يلا اتصال أخير ودرجة أخيرة. ألو. ألو مساء الخير، مين معي؟ ماريا. ماريا مو عم تحكينا؟ من السبتية. تحياتنا لأهل السبتية. ماريا بدي أطلب منك شوي هيك نبض حماس ضحكة. إيه وأخيرا بليز تضحكوا يا عالم، والله الضحكة بترد الروح وهيك تزرع الفرحة، ما في شيء بيحرز. شو ماريا؟ شو؟ معصبة من شيء؟ نعم. حدا زعجك؟ لا. معصبة تعبانة نعسانة؟ شو ما كان ورميهم ورا ظهرك وهي بريلي شوي ودرجة رقم 6. يلا. يلا. يلا سؤال شوي صعب بس حتكوني قدها. شو ماريا انت قدا؟ صعب. ايه قدا. ما هو لقب ملوك الهند؟ ايه لحظه ما عم بسمع. ايه ما مين في حدك؟ في ابن اخت. تحياتنا لابن اختك. ماشي ما سمعت. وبوصل لنا اياه، والسؤال بيقول ما هو لقب ملوك الهند قديما؟ في احتمالات. شو بساعد يا كارلا؟ كارلا الي شو؟ صعب. بساعد؟ راجا؟ أما عنده اللقب ملوك عادي؟ أم كانوا يلقبون بالسلاطين؟ شو؟ راجا؟ الراجا يا قلتا ما بعرف شو. يلا مبروك الراجا. لطيفة ألف بتقدم لك جايزة، وبالتالي صار عنا معلومة شاهدتوها أيضا عبر أجيال. من هي الممثلة ضيفة أنت أدى بحلقته الـ 22 لليوم؟ أكيد فيكن صوتوا على 10-23 وأبو مرعي كروز والأورينت كوين رح بيكونوا من نصيب شخص واحد. كثفوا تصويتكن لأنه الاحتمالات صاروا ظاهرين قدامكن، وبعتقد كملت قلنا بالـ 91 كان عندها مشاركة كعارض أزياء ومن بعدها كفت لحتى تثبت حالها بالتمثيل، واليوم عم نشوفها بعدة أعمال عربية والكل عم بيشيد بأدوارها وبحرفيتها بأداء ايضا الشخصيات اللي بتتقمصها وبتعيشها وبتعطيها للاخر. يا ترى اليوم كيف رح بتطلع علينا ومن هي؟ بعد البريك بينت ادى. عودة لكم مشاهدينا، وبهيدا القسم مثل العادة بنكشف عن هوية ضيفتنا. ضيفتنا أنا شخصيا تعرفت عليها يعني أكيد تابعتها بأعمالها الدرامية وأيضا كتار تابعوها. هي كانت أدى على صعيد العائلة، وقت المصاعب كانت أدى وقفت على إجريها وحميت عائلتها، وكانت أدى وقدود بالدراما اللبنانية والعربية. شاهدتوها بأجيال ومؤخرا بمسلسل الإخوة. بزقفة كتير كبيرة رحبوا معي بكارلا بطرس. بونسوار. هلو. اول شيء خلينا نعمل هيك، يعني انت كنت بال 91 برصيدك لاعب جمالي مستوب موديل اوف لبنان. هاي بوصل مستوب موديل اوف لبنان والتوب موديل اوف ذا لبنانيز دراما. مستوب موديل اوف ماذرز. ينعاد عليك رمضان كريم. تفضلي. ميرسي. انت انا عرفت عنك انك انت قدها، لانه فعلا اللي بيتابع مسيرتك ان كان على الصعيد العائلي وحتى على الصعيد المهني كنت قدها. ان شاء الله. بتقولي بينك وبين حالك هيك لو طلع كارلا بطرس هيك بينها وبين حالها بتكون قاعده بتقول والله كنت قد ربيت هالبنتين وهيك ونجحت بعملي؟ ما بقول كنت قد، بقول الحمد لله لهالقد يعني عم بقدر اكون هيك. كتر خير الله. اليوم حنستقبل ريحاب ولا كارلا؟ لا خلص ريحاب. ما لاحظت انه خلص ريحاب. حنحكي اكثر كمان عن ادوارك وعن كل الاعمال اللي عم بتقومي فيها بهذا رمضان طبعا، وايضا مؤخرا كنا عم نشوفك بمسلسل الاخوه. خبرينا اكثر عن دورك. ريحاب هي سيدة عربية. أنا ما شفتها كثير متعجرفة ومتعالية، شفتها أنه كل أم بتحب أنه تزوج بناتها لشباب
اغنياء وحلوين تأمن عليهم. ايه انه مش غلط كثير كاركتر يعني. موجود بالمجتمع يعني اكيد موجود. مش انا ببصم لك بالعشرة 100% موجود. انت انسان جريء باجيال اخذتي دور كان بيطلب منك جرأة وشجاعة، لانه نحن ما فينا ننكر نحن بمجتمع منغلق الى حد ما، قديش بندعي بالانفتاح بس نحن ما زعجنا حدا طبعا. اديتيه على الخط يعني على طول بقول في الادوار اللي بتكون حساس الواحد بيكون عم بيلعب بين شعره، يا انه يوصل يا انه يفشل او ينتقدوا. واليوم كمان بنرجع بنشوفك عم تلعبي دور ايضا جريء، وكنت قد وقدود يعني ولدت لنادين الراسي الحمد لله. قديش بتحب تكوني جريئه وتخاطري وتفوتي هالقد بالكاركتر وما بيهمك الانتقادات؟ لا مش ما بيهمني الانتقادات، اكيد بده يهمني الانتقادات، بس بحب خاطر وفوت وبخاف بحب اقسى على حالي لحتى وصل الاحساس يلي هالمنتج اسنده الي على ورق اني انا وصله للمشاهد باحساسي. طبعا مع نخبه من الممثلين اليوم أكيد. اللي عم نشهد ما يعني اذا بدي عددهم ما شاء الله هالكثار، بس الخياط تيم حسن، ايضا قيس شيخ نجيب، نادين الراسي من لبنان، امل بوشوشه وغيرهم، وكارمن لبوس اكيد، علي احمد، علي احمد الدور اللي معك يعني الست رجاء الجداوي، الجداوي من مصر موجه لها تحيه. رائعين رائعين. العمل ككل طالته عدة انتقادات كثير كبيرة، منها أيضا اليوم رح بيشاهدوا مع الزميل نيشان الأستاذ عبد فهد، واللي أيضا كمان كان له تصريح عن الأخوة وغيرهم من النقاد وقالوا، ولكن الواضح واللي بيكون كثير هيك كلير أند ذات مثل ما بيقولوا، إنه كارلا بطرس كانت عندها حصة الأسد بالمديح، يعني ديما بياع الممثلة السورية، أيضا كان عندها آخر مقابلة. نعم. انتقدت زوجها السابق تيم حسن، انتقدت يمكن النص بمحل معين بركيكته، وكذلك الأمر اليوم عم نسمع أيضا كمان عابد فهد عنده هالانتقادات والمحافظة، ولكن أنت كان عندك أثنوا على دورك. الحمد لله. أول شيء بشكرهم أنه عم يحضرونا وعم ينتقدونا لو كان سلباً أو إيجاباً، وبشكر مدام ديما بياع الفنانة مع أني ولا مرة التقيت فيها عم شاهدها بلو، بس بشكرها أكيد، بشكرها كتير على رأيها، أنه قليل الفنانات يعطوا رأيهم بفنانة أخرى. صح. هيدا بيفرجي أنه هي عندها شخصية متصالحة مع حالها وبتعرف كتير منيح شو بدها، فبهنيها وبقول لها ميرسي. بدي اقول لكم شغله، زقفولها هي اللي متصالحه مع حالها، لانه بعدك شاب، بعدك يونغ وبعدك بعز شبابك. اوكي بيتقدم الواحد لعمره، انت ما بتخجلي ابدا من عمرك، واليوم بتتجرأي تلعبي ادوار، تاخذي دور الام ودور ايضا ادوار هيك يمكن غريبه شوي، مش غريبه عن مجتمعنا ولكن بعدنا بنقول غريبه مثل ما شفناكي ايضا باجيال. زقفه ثانيه لها لانه كانت قدها اجيال وتميزتي. نحن اليوم رح نكفي بحديثنا، حاخذ رايك ايضا بالدراما العربيه اللي عم نشوفها اليوم. بدي هني شغله، بدي هني الام تي في على اجيال ومدام كارمن، لانه بعضهم من احلى المسلسلات يلي اللبنانيه يلي عرضت على الشاشه، يعني من الاحلى والاجرأ وال يعني اللي طبعوا يعني هول الادوار اللي يمكن بيعالجوا امور من المجتمع، ان كان مدام كارمن وان كان ايضا اجيال. نحن اليوم معنا من رقم من الواحد للعشره. اوكي. حضرتك المسؤولية بتوقع عليكي، عليك تنقي الرقم وتختار اللعبة للمتصل. اوكي. شو عبالك؟ سو هلا بدنا ناخذ المتصل ولا؟ بما انك باخر عمل انت كنتي فيه، كنتوا ما شاء الله كثار، بس ولكن انت تفردتي وكنت من الاوائل، فانا فيني اختار لك رقم واحد. تفضل. هذا رأيي فيكي. ميرسي. يعني هيدا عم اقول لك النقاد اليوم والكل عم بيقولوا الحمد لله محمد. يعني من الاوائل اللي كنتي فيه للعمل. الحمد لله، مع انه صعب. وفيه تحدي بس كتر خير الله. طبعا مع الاستاذ رفيق علي احمد حنحكي عن التجربه والرقم واحد. يلا نغمه اغنيه على طول، بنرجع للزمن الجميل واغنيه بتكون قديمه على المتصل ام المتصله يحذروا هالاغنيه. شو هي؟ يحذروا. أوكي. حزوره صغيره ما كثير صعبه، ومنساعدهم قبل ما تاخذ الاتصال. يلا يلا. الو الو بونسوار. سعيده بونسوار، مين معنا؟ معك وديعة صقر من سد البوشري. وديعة، أهلين وديعة، شو أخبارك؟ ماشي الحال، كتر خير الله. بدك تلعبي معنا؟ ايه أكيد. يلا نقينا رقم واحد. أوكي. نغمة وغنية بتكون هيك من الزمن الجميل، وأنت قد يا بديعة؟ أنا قد. يلا يلا نسمع سوا الأغنية. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة حلوة يا بلدي. أول حب دليدا. إيه شو هي الغنية؟ حلوة يا بلدي. يلا. لا مش هيك اسمها، كلمة حلوة. يلا برافو. مبروك. ذكريات كل اللي فات. حلوة يا بلدي، أنا
ألف مبروك مستاش متقدم لك جايزة ونحن أنا أقول ليش نقعد ليدا لأنه قد ما هو مغروم أنا بعرف مش أنت بتحبي وسبق وحكينا بتحبي تجسدي دور ليدا وسبق وكثير يا ريت هذا الحلم العالم. الحلم العربي ما في شيء مستحيل عليكي وأنت قدها الحمد لله سامعينا كيف بتغني لداليدا إييييه أوكي زقفولا أكيد بحب الضيف المهضوم ميرسي ميرسي يلا أكشلي أنا بحب Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Smalla alayh. Thank you, thank you. خلص بزيادة. لا ولا انت كريم ونحن مستاهل وشهر فضيل. قلبك. لا بدنا نلعب ونربح. تعرفوا شو؟ مع كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي. يلا كلنا سوا. حلوة وغنوتين. حلوة يا بلدي أول حب كان في بلدي مش ممكن أنسى بلدي أفضل دايما جنبك على طول هيدي حلقتنا هيدي انت قدنا بدنا رقم جديد منك يلا يلا عشرة رقم عشرة هيك الأجي أنا ايه دغري لا إلا لا هي اللعبة اللي عطولة بنلعبها ببرنامجنا لا فيهم يقولوا إيه لا فيهم يقولوا لا بس أنا بعتقد لا عندك كتير قليلة يمكن بمسيرتك الفنية الحمد لله صح؟ ما بتقولي كتير لا؟ ما بحب أقول لا لأنه واحد بس يعزمك عشية أو يعرض عليك شغلة احتراما انت لازم على الادوار على سيره السيناريو اليوم شو اللي بيخليك تقولي لا على سيناريو او كاركتر ينعرض عليك اول شيء ما عندي كثير شروطات انا بس بحب يقدمني بشكل جديد حتى انا اقدر العبه بطريقه جديده كمان حتى ما اكرر حالي كثير بحب اللي بوجهي يكونوا بحبهم لحتى اكون صادقه 100% مين بتحبه كثير بحبهم عن جد في كثير اصدقاء لإلي يعني النجوم ولو ما كانوا نجوم لو ما كان لو كانوا صف ثاني وما بعرف شو بسموهم ما بحب هول اللي بحطون لا لا كلهم بحاول قد ما اقدر اتعرف على الانسان وحب الانسان بالحقيقه او صير صديقه معه لاقدر امثل بحقيقه اكثر وطبعا بتخدمي ايضا هيدا بيكون جزء من يعني عشقك لمهنتك وحرفيه لانك اليوم بدك تقدمي هيدا العمل بشكل مناسب المفروض يكون في جو يبين على طول على الهواء اصلا يعني ننفضح طبعا هو الكاميرا بتفضح والدراما بالاخص تفتح لما الواحد بيكون على عدة ايام بفوت على بيوت المشاهدين صح طبعا بعدين بنمضي ست اشهر سوا يعني مش هينه ما شاء الله مش هين الواحد كمان ينجح والا لا الا لا حناخذ اتصال يلا الو الو مساء الخير مين معنا؟ مساء النور معك سامر خداج تامر كارلا اخترت لك رقم 10 تامر يلا شو؟ لا تامر بدنا نصحصح يلا يلا شو اسالوا السؤال طي صح انت قدها؟ أكيد أدى توب كاونتر كيفك؟ ماشي الحال اليوم عطوك إياها 30 ثانية شو أخبارك؟ كتر خير الله كله رواق؟ الحمد لله من وين عم تحكينا؟ من الجبل وين من الجبل؟ من عيناب سامر من فرمتة سامر ألو ايه ايه يا انا بوقع فيها هيدي دايما ما بتزبط معي خالص سامر للاسف ما كنت قدها شوف حرام نلعبها سوا سي ميشون نلعبها سوا انت قدها لا بلا انت قدها قولي بلعب لا 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 بابا انت يا بنحاول انت قدها بوقع بوقع لانه كثير عفويه ما هيدا بدي انا بدي اياك توقع حدلك هون كم مره امبارح عصام رادي وقع شي اربع مرات شو يلا انت قدها ان شاء الله اوكي توب كاونتر معروف عنك انك بتعشق الكوميديا بعشقها بتحبي اذا انعرض عليك دور كوميدي هلا شو الدور اللي بتحسيه الانسب لإلك؟ برنامج هيدي مش ايه هيدي عم فكر بس ما بعرف كثير وقت بفكر بحب كثير الكوميديا بفتش على نصوص كوميديه وطلبت من احد المنتجين هلا مؤخرا انه يلاقي لي نص كوميدي مهضوم لانه عندنا نحن كوميديان كثير شاطرين بلبنان بحب انه نكون جروب كوميديين سوا حاضر على موضوعين اول شيء زقفه كبيره لا لانه كانت قبل لا 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 بس هيك الحديث وما قلت إيه الحديث جدي اليوم قابلت كثير انت قد يعني على هالاربع سنين كان عندي كثير اشخاص برعوا بالكوميديا وكانوا على طول بيقولوا الممثل الكوميدي لا يؤخذ على محمل الجد بالدراما يعني بيقولوا على طول الدراما هي البرستيج خلينا نحكيها بصراحه بيقولوا الممثل الدراما عنده برستيج معين انه عادل امام جبل قد الدنيا ها
ورجاء الجداوي مثلا ايه وغيره مصطفى نشوى مصطفى كل الدنيا بعنا بلبنان عم بحكي على اطار لبنان اليوم بتلاقي اللي يمثلوا كوميديا صعب تلاقيهم بالدراما هلا هي من عند ربنا بتصير الشغله انا بعتقد بس في كثير كمان نجوم اليوم مثلوا دراما وكوميدي وكثير نجحوا باثنين صح بنذكر منهم كنا عم نحكي تحت الهوا نادين الراسي وورد الخال فاميليا ورد الخال بنت عمتو بنت رولا حميدي رائعه فاميليا كمان كلهم كل هول الممثلين لكن اذا بقى هي انت بتقولي هي بتبقى بكاركتر الشخص صح. او يمكن بالفيزيك تبعه قديش بيقدر يفصل بين الاثنين صح حكيت انك طرقتي ايضا مع منتج لموضوع انه يكون عندك عمل كوميدي قديش انت دقيقه قديش يعني اليوم الشخصية بدك التياب تتدخلي فيهم يكونوا إذا سيمبل دورك بتحبي تطلعي بلا ميك اب بتحبي هالقد حريصة على هالأمور صح لأنه بالآخر المشاهد كتير ذكي وكتير بيفضحنا بسرعة طب على مين بيوقع اللوم؟ على الممثل اللي بيكون عم بيأدي دور أو على المنتج والمخرج وقيادة المخرج؟ حسب 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 هون قديش بيوثقوا فيك حسب قد ايه انت عندك حرفيه وعندك تاريخ بهذا الموضوع يعني انا اليوم لاني مستوب موديل كنت واشتغلت 13 سنه عرض ازياء صح. تقريبا وبحضر كثير افلام سو بصير اعرف شو البس واي متى واعيه من النوم كيف وراح على سهره كيف بتشوف اليوم بدراما في عالم توعى من النوم مع رموش مثلا بعدنا بنشوفها هاي بشوف هلا يمكن هون المخرج هو لازم يقول رايه كمان لازم يكون عنده صلاحيه انه يمنع هيدا الشيء صح ولازم نحن نتقبل المخرج شو يقلنا اي دراما بتحسيها يمكن المخرج عنده الدراما المصريه السوريه ام اللبنانيه المخرج عنده صلاحيه اكثر انه يرشد الممثل قدامه وله سلطه على الممثل ما دخل هيدي في اعمال ما دخل البلد يعني انا بسمع على طول بيقولوا بالدراما السوريه انه هنالك الى حد ما بتشبه جدا واقعه وهالقد بيفوتوا بالادوار وبيعيشوا ويمكن يعني بيضلوا السمبليسيتي اكثر بس انا ما عم شوف هيدا الشيء مؤخرا يعني لا في ناس عم تطلع كمان اوفر بالدراما السوريه بكل شيء اوكي حلو حلو دبلوماسية ما بين بين لا انه انا لا بس شوف قلت. شوف قول اوكي هلا حقرب ما حفوت بلعبة اي رقم هلا رقم ستة ستة ايه يلا المنشا فقري هي هيدا على السفر على ابو ظبي والرجعه والروحه هلكنا هلكه المنشفه حقول معها المشنقه يا عمي على طول عنصر النسائي عنده تاثير خاص على ادم ذكرني اقول لك شيء على هذا الشغل ايه هلا قولي لي يلا المخرجين والتقنيين اكثر شيء بابو ظبي انا حدا يعني عفوي ايه وما بحب الاشياء النيجاتيف على السيت بتعرفوا في ضغط 15 ساعه تصوير وعندك 20 صفحه تحفظها وغير ثيابك 10 مرات يعني فوت هيك بزت نكتي انا وهن تري ما معودين انه حدا هيك لا بالجو ايه ويمكن هونيك علاقة الممثل بالتقنيين مش مثل انا هون اخذ وجع العالم وانا هيك هي كمان هيدي كاركتر هيدا واضح بكاركتر انا وفيلي حرام شو زعلوا فقدولي مدام بتفلي انه بعد عندهم هني 10 ايام تصوير مين بده يضحكنا؟ هيدي هي هيدي اللعبة يمكن كمان من الامومة يعني اللي انت بتمارسيها مع اولادك وبتكون هيدي يعني روح والدتي هيك طبعا بوجه لها اكيد مرسي. هيك تحية ونحن المشنقة هي كلمة لها علاقة فيك على المتصل يعني هي الفانتوم ما كثير صعبة اللعبة اللي كنا نلعبها يلا مشنقة مشنقة لا بعيد الشر عن قلبك بكفينا مجازر يعني اتصال الو الو بونسوار بونسوار مين معنا؟ فريدي فريدي من وين عم تحكينا؟ من زحلة تحياتنا لأهالي زحلة اوه زحلة زحلة يا دار السلام عروسة البقاع زحلة يلا فريدي نقيت لك كلا رقم ستة ان شاء الله يكون المشنقة هينه هينه يلا انت قدها؟ قدها يلا بنشوف سوا المشنقة اوكي انا حساعدكم اليوم ضيفتي مش بس ممثلة على الدراما ايضا كان لها رصيد على المسرح بمسرحية غنائية مع عاصر حلة لنادين الراسي من اخراج جهاد الاندري وانتاج وجدي شيا واكيد انتاج شيا صح و مين حد منوره مثل بيقولوا فريدي ركز معي بيقولوا وجهك مثل وجه ال وجهك مثل وجه ال بيطلع بالليل القمر حطوا له القمر اوكي يلا زعفوا له منوره مثل ال بالصيف شو بتشرق علينا بتشرق ال الشمس شو برافو مش معقول لا فظيع عن جد فظيع ملا عليك يعني عن جد برافو ضعفوا له وماشي بتقدم لك اكيد
مش معقول يعني قد ايه تعبنا وقلنا لك كان براصدك هالتجربه الوحيده على المسرح وبرمتوا فيها بقطر اعطيتينا هيدا كان سكوب يا ومتى بكريسماس هذيك السنه معك طبعا مش هذيك السنه مزبوط هذيك السنه ب 2013 اخرها كنا طيب نحن بنعرف انه عندك هالتجربه كانت بالمسرح وينك اليوم من المسرح؟ واقفة عليه هلا معك اه طبعا هيدا منورتي ثانك يو بس المسرح التمثيل الغنائي وين؟ هو قليل بلبنان بس ان شاء الله بيصير في بعد كيف كان صدى شمس وقمر بقطر؟ كثير حلو كثير الناس حبت وقالوا لنا بليز مددوا بس كان في مشاكل لانه استاذ عاصي لازم ما بيقدر صح موجهه تحيه ايضا كمان طبعا اكيد يعني كثير حبيت شمس وقمر لانه تقريبا حطيت كل مواهبي اذا بدك ولا شو بعرف قصص يعني التمثيل الدرامي والكوميدي باوجه صح لايف اول مره بعمل هيدا الشيء وبغني وبرقص وبغير سبع خططين ليت الفساتين يعني كمان هالقد كنت دقيقه يعني فتت بخيال اولى على العلن انت تفصلت الفساتين تقريبا طب انا عندي خبره هن اذا كانوا اذكياء بيقولوا لي اعمل ما بتخاف المنتجين تفضلي ما بتخاف المنتجين يخافوا اليوم يقولوا خي كارلا يعني مثل بيقول واحد لما كل ما بيكبر شوي بتكبر جماهيريته بس متعب خسي قطفتها انا من زمان ايه هيدي بعيد من وين شوفي خسي على فكره في كثير يعني هي منتشره هيدي القافه وين ما كان بالتمثيل بالتقديم بالغناء للسوق للاسف يعني شيء ما لا 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 بالعكس اليوم المنتج الذكي او المخرج الذكي بياخذ الافضل من هالممثله الموجوده عنده قصدي ما ممكن يخاف يقول بتتعب طلباتها يعني بتفوت هالقد بتفاصيل هالقد دقيقه هالقد حريصه اذا عندي طلبات كثير بنفذهم لحالي ما بطلبها من حدا بايدي بنفذها وبيكون لصالحهم اكيد صح يعني اليوم شفنا رحاب كيف هي وانتقدوني صح انه ليش بالجلابيه انت بالبيت برات البيت عم تختلفي وليش شعراتك مش دائما مساويين لانه انا بالبيت ليش بدي اكون هالقد مظبطه بعدين السيدة الاماراتيه او بالامارات بتلبس جلابيه صح 100% يعني هالقد الشخصيه بتاثر فيكي وبتعيشيها وبتحب تاديها بشكل كثير صار يجيني طلبات مدام بليز جيبي لنا معك جيبي لنا معك رقم بعد شي لعبه هيك ومتصل اربعه رقم اربعه يلا يلا سيبا اكيد مع جينيفر عزار زميلتي بالموبيليتو ايه اوكي اليوم هي اليوم هي حتحذر وراح بتربح ان شاء الله هاي جيني هاي محمد اليوم بفكره يلا سيبا على المشاهد يجمع اربع اغراض يعمل مجموعه 2000 دولار ليربح 1000 دولار تقديمه موبيليتو مين بناخذ اتصال مين معي هاي بونسوار هاي الو بونسوار وي بونسوار مايك دومينيك دومينيك من وين عم تحكينا؟ من المطيلب انت مين عم تحضرينا دومينيك؟ انا واهلي يلا دومينيك بدكم تركزوا بدنا نجمع اربع اغراض يعمل مجموعة 2000 دولار لتربحوا 1000 دولار تقديمة موبيل توب اوكي؟ اوكي يلا بنبلش باول غرض في عندي كثير شوي يعني الاغراض كثير حلوة نقي القصص يلي تقدر تجمع فيها 2000 دولار يلا دومينيك أوكي. شو أول غرض؟ التخت تخت بناخذ أوكي 990 دولار بعد بدي ثلاث أغراض يلا دومينيك اللامبادير لامبادير أي لامبادير؟ ما في لامبادير هاللامبادير منها مسعرة نقي غير شيء التابلو تابلو كمان منه مسعر سوري دومينيك نقي في أسعار الطاولة يلا بناخذ الطاولة ثاني غرض 390 دولار بدي غرضين الكنابي الصوفا منا مسعره سوري الطاوله الصغيره الطاوله الصغيره 130 دولار بدي غرض واحد دومينيك يلا غرض واحد شو دومينيك دومينيك خلص الوقت سوري هارد لك يعني ما ربحتي معنا بفقره يلا سيبا بس انا اكيد بدي اقول للمشاهدين انه ال1000 دولار باقيه معي وبكره معي 2000 دولار يدقوا يجربوا حظهم يلعبوا معنا بفقره يلا سيبا اكيد ان شاء الله بيكونوا قد 2000 دولار لكن لبكره معناهم الموبري توب كنا عم نحكي عن الاعمال الدراميه اليوم بنشوف هالتجربه هالخليط اللي عم بيكون موجود هالمزيج اللي عم بيكون بين الدراما اللبنانيه السوريه والمصريه لبعض النقاد ايضا كمان عم بيطرقوا نحن اليوم عم نتابع الدراما
عم نشوف النقاط شو عم يكتبوا. فينا امرار نتفق معهم، فينا نختلف معهم، ان هي مساله ذوق، الواحد عنده راي. بيقولوا امرار منا مبرره انه ليه البي عم بيكون مصري، عم بيكون الولد سوري او بعيد شوي عن الواقع اللي احنا عم نعيشه. كيف باخر عمل انت قمتي فيه بتحسيها كانت مبرره؟ ايه مبرره. رح اقول لك ليه. اول شيء نحن صرنا عالم عربي واحد. يعني لسوء الحظ مع هالحروب كلها صرنا مخلوطين كلنا. صار عندك هجره من نزوح من يعني دمشق الى بيروت بيبلوس مثلا مينيموم 50 انسان عم يتعشوا سوريين من كل الاعمار واردنيين اجوا تصوروا معي. يعني لهون بتعرف انه مخلوط. فانا بلاقيها مبرره. بعدين في شغله اذا عن الاخوه انه فريد نوح هو منه بيهم، يعني هو حدا ما بيجيب اولاد وهن اورفلان وهو تبنيهم. يعني ما انا بالعكس بلاقيها حلوه لانه في كثير ناس من الامارات بيتجوزوا لبنانيه هذا الخليط والمزيج منه بعيد ابدا يعني بنظرك عنا مجتمعنا. ولكن مثل ما بنرجع بنقول هي نسبه وتناسب وكل واحد بيكون عنده أكيد. وجهه نظره. ونحن متابعين اكيد رح نحكي عن كارلا بطرس بمصر ورح نعرف اكثر ايضا عن رايها هيك ببعض الامور. حنزقزق بس بعد البريك. لا نزقزق عودة لكم مشاهدينا بالقسم الأخير من أنت أدى. بعرف الوقت بداهمنا على طول سريعا. كارلا بعرف أنه من بعد نكذب لو قلنا ما بنحبش مع الرائعة يسرى وحبيبة قلبي وردودي ورد الخال ونخبة من الممثلين رائعين كلهم. سبتمبر وين نحن؟ شو على بواب مصر؟ سبتمبر إن شاء الله. شو هيدي إكسكلوزيف؟ أكيد. وفيتامين؟ آه شو مين قال لك؟ ما بعرف امبارح شيء مضيت فيتامين على قد ان شاء الله. مضينا امبارح بلشت اخذ فيتامين لانه امبارح شيء مضيت الكونترا مع ايجل فيلم. الف مبروك لك مع جمال سنان. ثانك يو مع جمال سنان. فيلم سينما. شو دورك فيه؟ دوري مدام سناء. اوكي بعيدة عن الكوميدي او ايه انا بعيدة عن الكوميدي اكيد. ماجي بوغسون الكوين اوف كوميديانز وكمان ايضا ذا كوين. شكرا مرتجى ضيفتنا الرائعة بيير جامجيون فؤاد يمين كارلوس عزار طبعا كمان الشغل الحلو الدرامي اللبناني اللي بحبه كثير. حلوه ال هل تقولي في مجتمع انه هيدي الصيفية رح تكون مهضومة ورح يكون الجو اكيد مهضوم. المخرج الي حبيب طبعا وزوجته بدا كلود الكاتبة وجهنا اكيد تحيه كثير كبيره وان شاء الله بالتوفيق. نحن حلقتنا سبحان الله وصلت دغري لختامها ما عرفت كيف، بس بدي اقول لك الف مبروك في يوردالي دونا. بتقدم لك هيك على طول لضيوفنا المميزين مثل هديه وبدي اشكرك على حضورك معنا وموفقه بكل اعمالك. بدي اقول لكم بس احتمالات بكره كرم. شكرا. احتمالات بكره على بنشوفهم يلا على الاحتمال الاول لليان نمري، الاحتمال الثاني اطولت عيقي سبق وكانت فما بعرف انه ما حتعيدها مره ثانيه رولا شميه، الاحتمال الثالث، الاحتمال الرابع انجو ريحان. من يا ترى هي؟ فيكم تصوتوا على 10:23. بدكم نختم مع كارلا هي وعم بتغني على الجينيريك، شو رايكم؟ يلا بنغني مع بعض الفيرست. يلا اول شيء بدي اقول اخر شيء بدي اقول رمضان كريم للكل وينعاد على كل الامه العربيه ان شاء الله وميرسي للببليك المهضوم. ويلا بدنا نغني كلنا سوا. يلا انا بعرفك حابه شو بدنا نغني؟ At first I was afraid. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong and I learned how to get along. And so you're back tomorrow. انت أدى on MTV. Thank you.